سيواجه فريق الوداد الرياضي فريق المغرب التطواني في الجولة 11 من البطولة المغربية الاحترافية القسم الأول، وسيستقبل المغرب التطواني نظيره الوداد الرياضي لحساب الجولة 11 من البطولة، كما قد خسر الوداد الرياضي بثلاثية نظيفة في الجولة 9 أمام الجيش الملكي، وسيخوض مباراة أمام شباب المحمدية لحساب الجولة 10، فيما تعادل فريق المغرب التطواني في آخر مباراة له أمام أولمبيك أسفي بهدف مقابل هدف في الجولة 10. ويحتل الوداد الرياضي المركز الثالث في ترتيب البطولة ب18 نقطة، فيما يحتل فريق المغرب التطواني المركز 10 ب12 نقطة. وستنطلق المباراة بين الفريقين يوم الأحد 8 يناير 2023 على الساعة 4 زوالا بتوقيت المغرب، والخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة. ومن المتوقع المباراة ستقام على أرضية ملعب سانية أرمل بمدينة تطوان، وستكون المباراة منقولة مباشرة على القناة الرياضية المغربية. نتمنى التوفيق للفريقين.